ربما الأغلبية ديال الكليان ديالي كيجي عندي كيلقاني في حالة نفسانية ما زوينش، وكاين فيهم اللي كيحكم عليا مباشرة، وكاين اللي كيقدر الحالة ديالي. أنا إنسان من حقي نتقلق، من حقي نغضب، من حقي، ولكن ماشي لخاطري. الظروف اللي عايشها 6 سنين هذه هنا في آسفي ما نتمنى لتا شي حد. كل أسبوع كل نهار عندي مشاكل يخلقهم ليا خوتي في الحرفة، ما عرفتهمش علاش دايرين معايا بحال هكا، ما تقبلونيش، ما تقبلوش شي حاجة زوينة تحط وسط منهم، أولا عندهم أنانية وما بغاوش يعترفوا بيا. أنا ما كان حتى شي حد يعترف بيا، بركة وكان نضادر كلهم ديالهم اللي كيدوزوا تحت ايدي كنصححهم. انا تعرف بين نفسي الحمد لله. بغيتوا تعرفوا علاش انا دائما مقلق. انا نعاود لكم، من نهار حليت المحل ديالي الاول وانا في المشاكل، والمشاكل كي قلت لكم ماشي مشاكل عاديه، مشاكل كيخلقوها ليا لي زوبتيسيان. انا جيت من برا بحال سائر اي واحد بغى يستثمر هنا ويدير شي مشروع ويعطي الناس حاجه زوينه. كما قلت لكم ما تقبلونيش، ما كانتش عندي الماكينه الاله ديال تقطيع الزجاج، وقلنا نشوفوا شي حد نتعاملوا معاه كيف ما كيتعاملوا الناس برا. برا ماشي كلشي عنده الاله ديال تقطيع الزجاج، كاين ناس خاصين كيجيو يهزوا لك السج ديالك يقطعوه ويرجعوه. قلت غنتعامل بنفس الطريقه هنا وكنخلص، كنخلص اكثر من كيخلصوا لي زوبتيسيال الاخرين. كنبدينا خدامين شويه، ومن بعد ولاو كيخسروا لي الزاج ديالي بالعاني، ولاو كيعطلوا عليا لي كوموند ديالي بالعاني، ولاو كيهرسوا لي النظارات بالعاني. هادشي كنقولوا لكم بحال كتشوفوه بعينيكم. غيرت، مشيت عند واحد اخر دار حتى هو دار لي نفس الشكل. ما عرفتش واش متفقين اولا هما ما كيعرفوش يصايبوا الجاج. هاد جوج حوايج، يا اما متفقين صحاب هما كيعاودوا لبعضياتهم، يا اما كلهم واحدة مكلخين ما كيعرفوش يصايبوا الجاج. والله ما كيعرفوا يصايبوا الجاج، انا عرفت لكم بها الراس، خاصني نعلمهم، ولا بغاو يجيو يتعلموا عندي خلصوني ونعلمهم. فابور ما نعلمهمش، حيت مش هاد الوقت ديال باش نعلمهم فابور، عطيتهم فرصه وما استغلوهاش. دابا الا بغاو يجيو يتعلموا خصهم يخلصوني. ثاني حاجه، واحد القضيه وقعت ليا ثاني، هذه من بين هذه ما عرفتهمش واش نسميهم مشاكل او نسميهم لوبي. هذا اللوبي ديال لي زوبتيسيان في اسف. نخلي عليكم هذه الحرفه، هذه انا ما بقيتش كنرضى نسمي راسي اوبتيسيان لانكم وسختوا هذه الحرفه، والتحد فيكم ما اوبتيسيان وسختوها، وما عندكم فيها حتى 5% ديال لوبتيك، لانكم بانكم دي زوبتيسيان على حق طريقه. والله ما انتم دي زوبتيسيان، ومستعد نتحداكم كاملين، نجمعكم كاملين في قاعه، وجيبوا لينا الاطباء وجيبوا لنا المختصين، حطوني انا بوحدي، حطوكم نتوما كاملين بوحدكم، وسولوني ونسولكم. والله ما انتم دي زوبتيسيان، وخرجتوا على الناس على عينيهم ومازال غتخرجوا لهم على عينيهم. وانا ما بقاش كيشرفني نقول انا اوبتيسيان، لانهم كاينين دي زوبتيسيان مفيدين تاسفي كلهم مطفرين على الحرفه. اي عقل انني داروا لي السابوطاج في الدجاج، وحكت هاد الشركه حاله هنايا ديال الدجاج، شركه فرنسيه. هاد الشركه خدام فيها نسيب واحد لوبتيسيان، وهذا في القانون ديال الشركات وديال الشغل ممنوع واحد مقرب من واحد الميتي يخدم في واحد الشركه اللي تراسها، ممنوع.
إذا هذه الشركة غالطة من راسها لرجليها، ما كانش عليها دير هذا التصرف، لأنه غادي يفشي الأسرار ديال لي زوبتيسيان الآخرين، وغادي يفضل أوبتيسيان على أوبتيسيان. أنا خاصني نتوصل بالجهاز الطبي ديالي منين كومونديه، لأنه وصل لمدينة في ظرف ساعة، ما كنشدوش في ظرف ساعة وساعتين وثلاثة السوايع، كان كيجيوني في وقت الغداء، ومن كيجيو كيلقاوني ساد كيقول لك الحجة راه جينا لقيناك ساد دوزتها. هذيك الساعة أنا راه باقي ما فقتش، كنكوموندي السلعة ديالي، وليت كنكوموندي السلعة ديالي من المركز الرئيسي من الفوق، ما كتوصلنيش السلعة في نفس الوقت اللي خصها توصل لي زورتيسيان الاخرين، كيشدوها كيعطلوها عليا، ولات كتوصلني السلعه غالطه. كندوموندي هاد الجاج كيصيفطوا لي هاد الجاج، كندوموندي هاد العبارات كيقولوا لي لا ما كاينينش، غادي يجوك من المدينه الاخرى، تسناهم يومين. شتو المشاكل اللي خلقوا لي مع الكليان ديالي، ما قديش نواصل ونخدم، كيفاش غتكون النفسانيه ديالي انا باش ندير؟ ولاو كيجيو عندي المحل بطريقه غير مباشره يحرضوا عليا البنات اللي خدامين معايا انا، منهم وحده مشات دعاتني دابا حاليا راه داعياني. ما نجحش ليهم هذا الشيء كامل، وباش اكتشفت الحقيقه ديالهم انني انا واحد الزاج واحد النهار كومونديتو، قالوا لي ما كاينش كومونديتو من طان من مدينه اخرى بلا ما نسمي هذه الشركه، واخا راه ما غتستاهلش انني ما نسميهاش. بغيت المدير ديالها يشوفني باش نوصل ليه شي معلومات عليها اش واقع عنده هنايا، كنا سدها. كومونديت هذاك الجاج قالوا لي ما كاينش، كومونديت من المركز الرئيسي قالوا لي راه كاين. شكيت في راسي، طلبت واحد السيدة الله يجازيها بخير حتى هي قطعت العلاقة ديالي معاها باش ما نوضش ليها الصداع، باش نبقى بوحدي انا في هذه المعمعة، وربما هي فهمت علاش حبست معاها العلاقة ديال التعامل هذا، باش تبقى هي بعيدة، حيت ما كنبغيش انا نمس وحدين اخرين نضرهم في المعمعة ديالي انايا. كومونداتو هي جابوه لها ديك الساعة. خلاصة إذن كانوا بغين يوقفوا لي الحال ديالي. أسفي 70 أو 80% من المحلات ما عندهمش ديبلوم، كل نهار كينبت محل، واش حنا نضمن لهم؟ ورزق الله لا هو رزقو غنحيدو ليه هنا ولا نكتبو ليه سيدي ربي، راه كاينين الناس اللي مختصين يديروا هاد الخدمه هادي، ما نديرهاش انا ورزقي انا، راه ما غتحيدوش ليا نتايا، مكتب ليا الله واحد الرزق راه غنشدو بغيتي ولا كرهتي. ما فهمتش علاش هاد المعامله معايا بهاد الطريقه بالذات انا، حتى قبل ما نشري الماكينه ديال تقطع الزاج ونولي مستقل بذاتي، كنصيفط لي كوموند ديالي كيبقاو 3 ايام 4 ايام 5 ايام، ملي كنتصل بهم كيقول لك راه ما نقدروش نسبقوك نتايا، الاخرين راه قدم منك. لا جات بالاقدميه، ها هو جبد لي اقدم واحد كاين هنا في اسفي، انا عطيها ثلاثه ديال الاسئله اللي جاوبني عليها انا مستعد نسدد المحل ونمشي بحالاتي، ولا نعطيه ليه فابور، والله حتى نعطيه ليه بماكنه برخصته، والله ما يجاوبني ما غيفهمنيش اش قلت لي اصلا. انا هاد الخدمه زايد ناقص عندي، انا ما ارتحيتش فيها، ما لقيتش فيها داكشي اللي بغيت، وليت مكلخ في هاد الخدمه. ملي دخلت بغيت نعطي الناس حوايج جديده، ساعة ما يمكن ليش انا يا نغير واحد 50 عام 50 عام وانتوما يا في واحد البلاصه هكا بحال الورقه 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 ديال شي شجره ونواره ديال الياسمين يبست، كتكمش
ولا بغيتي تقاد اش كيطرى عليها، اللي بغيتي تسرح اش كيطرى عليها كتفرتت. وانا راه ما يمكنليش نفرتتكم، خليكم هكا. الحاجه الوحيده اللي غنقولها لهاد لي زوبتيسيان بدون استثناء، هادي راه اخر مره واخر فيديو غادي ندير، يا اما تخدموا ترزقوا الله ليكم ولوليداتكم وتتابعوا ديك المسيره ديالكم، المسيره الاحترافيه من السيري خمسة، ماشي من السيري الاول، سيري خمسة مسيره احترافيه من تحت، يا اما راه غادي يكون عندي تصرف اخر تقني واحترافي وزوين وانيق. راه اي واحد هنا في اسفي غيولي يعرف الجاج بشحال كنشري، وانا باغي غير 10 دريال، ما باغيش انا 1000، يخلصني غير في لافاكتور ويعطيني 10 دراهم ديال المونتاج بارك عليه، غادي نصورها 50 درهم 60 درهم ديالي في النار الله يجعل البركه. حيت المقاطعات والكوميساريات ديال اسفي كامل دخلتوني ليهم من الشمال حتى للجنوب، اش هاد الحاله هادي؟ واش جايين نصايبو الدجاج ونديرو النار ولا جايين؟ اش هاد الحاله هادي؟ واش نتوما كاع هادشي فيكم حب المال؟ ما بغاش يتفهم ليا هادشي اللي كديرو، ما عنده لا علاقه لا بالديانات كامله، قلبوا الديانات ديال الدنيا والدين كامله، ما فيهاش هاد التصرفات. والكتب السماويه برعاق ما كاينش فيها هاد، حتى ما بين الحيوانات بيناتهم ما كايناش هاد التصرف. اشترك الان في قناه اشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.